الله الله يعافيك يا رب. بتعرفني عن حالك، عن فكره بسيطه عن اسمي سفر خوجة ابو محمد، صار لي من سنة 77 بها المصلحة. مصلحتنا كل شيء ساكب أدوات يعني تحليات وأدوات مسكات أبواب، كل شغلات بنشتغلها يعني للزينة ولكل شيء. كويس. إيه وكل شيء حساس بنشتغله. أنتوا هون بس بتجمعوا بس ساكب نحن عنا تجميع ما لنا مصلحة، نعم بس ساكب. كويس. تسكبوا الحاس؟ نسكب نحاس، نسكب ألمنيوم، نسكب توتي، بس الثلاثة أنواع. نعم. هذا برميل الزيت. بنزل الزيت. زيت محروق. كويس. بنزل من الحنفية على البوري، بنزل على مركز الهواء. كويس. والهواء بدفشه. والهواء إيش تساوي بالنار؟ بيقوي النار. كل ما بتفتح هواء بتقوي الهواء، بقوى النار عندك. هذا للوجو يعني هيدي الحليب وصلت للحرارة 1800. نعم. إيه. هذا فرن للتدويب النحاس، جوات منه بودة فخار، هذا تراب، وهذا وسخ نحاس. شو بتكون حرارة هذا لازم؟ حرارته 1800 درجة. 1800. إيه. هذا أراضة من دوبه نطالعه شغل ألمنيو. حلو. هذا ألمنيو للتدويب. هذا الفرن تدويب ألمنيو. أيوة. هذا حرارته من 800 للألف. إيه. هاي واجهة الماكينة. معلش خليك من قدام معلش. هذا الجهاز تبع الماكينة، تشغيل الماكينة، القالب الماكينة هون مربطة. فوت استاذ، لا تخاف فوت. هذا القالب، هذا بتسكر على بعضه، بنصب من هون، بنصب صب من هون، وبنكبس هزر هاد بدفشو بيحقنوا حقن. يحقن هذا الشغل، هذا شغل الألمنيو، حقن الألمنيو. هذا الألمنيو؟ هذا الألمنيو. شيء لأقول لك. بسم الله. ليش ما بتفاعل مع الحديد اللي بتحكي معه؟ الحديد ما بتفاعل معه، لا. هذا غير. هذا اختصاصه الألمنيو. هذا شيء ولا شيء. شلون بتعرف اتعبيت؟ تعبى المصاب لحاله يعني هذا. ايوه. صوبه مشان تدفئة، كمان على الزيت بيشتغل، وهي القطع هاد مشان يقوي الصوبه. هو لا مضره على صحتك؟ على والله هو
في مضرة في مو ما في، نحن مصلحتنا كله فيه مضرة، كله على الزيت وعلى الرمل وعلى البودرة في، بس ولكن مصلحة يعني. هذا المصلحة أنا دخلت لها بالسنة 1977، أول شخص بشتغل من العائلة يعني بها المصلحة أنا، وبعد مني في قرايبيني وفي أولاد أعمامي دخلوا بها المصلحة بلشوا يشتغلوا يعني. وإيدك إصابتها من وين؟ أنا إيدي هذا احترق يوم اللي كنت ولد صغير عمري شهرين ثلاثة. نعم برات المصلحة. هذا مطحنة رمل، ماكينة مطحنة رمل، وهذاك منخل بهز الرمل هز، هذا ايه بهز بنعمة. فهذا الدكان تابع لقطع كبار. نعم الشغل المصب نعزل الشغل على المصب، هدول ميتورات تابع للقص، هدول شغل ألمنيو جميل مسكوب. منصب هيك أشكال جمل يصير هيك شكله. اي نعم هذا بتطبق على بعضه. ايوه هذا ايش شو؟ هذا الجمل مشان اجرين منقل. حلو هذا ايش نوعه؟ ألمنيو. ايش هاي الماكينة؟ هذا دولاب مشان تنظيف الشغل المحقون، طالع هذا بيطلع منه هذا القطع بهالشكل منظفة وجاهزة.